صدر في رأي رسمي للجمهورية التونسية أمر يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023. هذا الأمر نص في فصله الثاني على أنه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة لكل مترشح تم قبول ترشحه لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 ما يعادل 4/5 السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات. ونص في فصله الثالث على أنه بش يتم احتساب السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل دورة انتخابية ولكل مترشح على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية، وذلك على النحو التالي: 1000 دينار على كل 1000 ناخب بالنسبة إلى العمادات اللي قل عدد الناخبين فيها عن 2000 ناخب. كذلك ينص هذا الأمر على أنه 800 دينار عن كل 1000 ناخب بالنسبة إلى العمادات اللي يتراوح عدد الناخبين فيها بين 2000 ناخب و 5000 ناخب. 600 دينار على كل 1000 ناخب بالنسبة للعمادات اللي يزيد عدد الناخبين فيها على 5000 ناخب. ونص الأمر على أنه تمويل حملة انتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 يكون بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، على أن يكون السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات مساوي لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا. وباش تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات احتساب السقف الجملي للإنفاق استنادا إلى أحكام الفصل 3 من هذا الأمر، وتنشر عبر موقعها الإلكتروني بكل الوسائل المتاحة. طبعا احنا في خضم الحملة الانتخابية اللي انطلقت يوم 2 ديسمبر الحالي وتتواصل إلى غاية 22 من هذا الشهر. الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليل المنصري أكد أنه تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم بش يكون في ربيع 2024 ولن يتجاوز شهر أفريل المقبل. المنصري وضح أنه المسألة مرتبطة بمدة البت في النزاعات المتعلقة بالنتائج الخاصة بالدور الأول والثاني من الانتخابات، وأشار إلى إمكانية تركيز المجلس في شهر مارس القادم إذا تم اختصار الأجل. ويرتبط تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم الأول من نوعه في تونس، واللي باش يكون الغرفة النيابية الثانية إلى جانب البرلمان، يرتبط بمدى احترام تنفيذ الرسنامة للانتخابات المحلية والجهوية اللي وضعتها هيئة الانتخابات، واللي تنص كما قلت لكم على انطلاق الحملة الانتخابية من 2 ديسمبر إلى غاية 22 من هذا الشهر. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان اجتمع نهار 22 سبتمبر اللي فات بمقر الهيئة في تونس واحد، وصادق بإجماع الأعضاء على رسنامة انتخابات أعضاء المجلس المحلية اللي بشتين نهار لحد 24 ديسمبر الحالي في 2155 دائرة انتخابية، وذلك إثر صدور الأوامر الرئاسية المتعلقة بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية وتقسيم الأقاليم وتقسيم الدوائر الترابية، كما بش يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية في أجل أقصى 27 ديسمبر حسب الرسنامة الانتخابية، على ألا يتجاوز الإعلان على النتائج النهائية بعد انقضاء أجل الطعون 27 جانفي 2024. بدوره انطلق التحيين الآلي للناخبين نهار 23 سبتمبر اللي فات، وبالإضافة باش يزيدوا معناه اللي عمرهم 18 سنة كاملة، أو معناه اللي عمل بطاقة تعريف لأول مرة، وتتواصل عملية التحيين إلى غاية يوم 8 من ديسمبر الحالي. عدة إجراءات أقرتها فرنسا بخصوص الهجرة. صادقت لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية
على صيغة جديدة معدلة لقانون الهجرة اللي بيشطرح للنقاش نهار 11 ديسمبر الحالي. وتأتي المصادقة بعد نقاش دام نحو أسبوع بين أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية وبدعم من حزب النهضة اللي ينتمي له الرئيس إيمانويل ماكرون ونواب تحالف الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم. أما الحزب الاشتراكي وهو يساري والتجمع الوطني اليمين المتطرف فقد صوت ضد الصيغة الجديدة المقترحة. وعبر رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية واللي ينتمي لحزب النهضة على فرحته وقال ربما اقتنع البرلمانيون بعدم وجود أي مصلحة في معارضة قانون يتضمن على مواد مهمة وضرورية. قال كان من المفروض أن يتركونا نعمل بهدوء لأن ما توصلنا إليه اليوم لم تتوصل إليه أي شخصية سياسية من قبل. من جهتها اعتبرت النائبة في حزب الجمهوريين واللي عارضت صيغة جديدة للقانون بأنه هذا الأخير ابتعد كثيرا في أسسه ومضمونه عن الصيغة الأولى اللي صدق عليها ممثل مجلس الشيوخ. ومن بين المواد الهامة اللي أقرها من جديد نواب لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية اللي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد. وكان مجلس الشيوخ ألغى المادة هذه في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في حالات استعجالية فقط. بمعنى أنه في القانون الجديد أو خليني أقول لكم القانون القديم كان ينص على أنه أي شخص في حاجة إلى تدخل طبي يستحق أنه يتعالج في فرنسا ويقوموا معناها بالإجراءات الطبية والصحية اللازمة الكل بغض النظر سواء هو مهاجر معناها بطريقة منظمة وشرعية أو هو مهاجر غير نظامي معناها بطريقة غير شرعية. لكن في التعديل الجديد ألغى هذه الفقرة وأصبح المهاجرين غير النظاميين ما يتمتعوا بحتى خدمة صحية، ماهوش واجب يعني على الدولة الفرنسية أنها تعالجهم ولا يعني تقوم بواجبها في الجانب هذايا إلا إذا كانت فما حالة استعجالية فقط مع تخفيض أنماط العلاجات اللي تقدم للمقيمين غير الشرعيين في حال المرض. حتى كان قدموا لهم خدمة صحية فإنها تكون لمينيمام على الأخر، مش معناها يقوموا بعلاجهم وكل، لا بعض الخدمات البسيطة وفي حالة استعجالية يعني ربما تكون حياتهم مهدفة باش يقوموا بأي إجراء بسيط ومهمش باش يمشيوا باش يعالجوه معناها بطريقة كاملة حسب هذا القانون المثير للجدل.